العالم الحديث معناه أن تكون متصلاً في كل وقت ومع كل شخص وبكل شيء من حولك عبر الثقافات والحدود والزمن، ويتحقق كل ذلك من خلال خدمة البرودباند فائق السرعة. لذلك فإن تنفيذ الخطة الوطنية للبرودباند ستغير كافة نواحي الحياة، خاصة عندما يتم ربط 95% من المنازل والأفراد في قطر بالبرودباند فائق السرعة وبأسعار معقولة للجميع. ويأتي هذا التوسع الهادف لنشر المعرفة الرقمية من خلال وضع الآليات التي تضمن حماية البيانات الشخصية وحرية الرأي والتعبير، ومع ربط الشركات والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية بشبكات برودباند عالية الجودة، الفرص المستقبلية لا نهاية لها. سوف تستخدم تطبيقات الصحة الإلكترونية أسلوب المشاركة في الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة للمساعدة في التشخيص عن بعد وتحسين مستوى دقة الرعاية الصحية. أما التعليم فلن يقتصر على الفصول الدراسية، وسنصبح جميعنا طلاب علم مدى الحياة، مما يعزز اختياراتنا المهنية ويدعم اهتماماتنا ومصالحنا. وسيقوم البرودباند فائق السرعة بتشجيع تبادل الأبحاث بين مؤسسات التعليم العالي، مما سيشكل دافعاً للاكتشاف والابتكار. كما ستصبح الخدمات الحكومية أكثر كفاءة وفاعلية، بحيث توفر وقتنا وتثري حياتنا. وسنتمكن من ترشيد الطاقة، مما سيسهم في الحفاظ على البيئة باستخدام التقنيات الجديدة مثل العدادات الذكية في منازلنا. ولن يكون الأمر محصوراً على الأفراد فقط، بل سيشمل أيضاً قطاع الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في دولة قطر. فسوف تسمح التجارة الإلكترونية للشركات الصغيرة بالتوسع والوصول إلى آفاق أكبر، وستوفر لرواد المشاريع فرصاً تكنولوجية غير مسبوقة. ستسهم الخطة الوطنية للبرودباند في دعم كل الجهود الرامية للتطوير الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. وبحلول عام 2022 لن نحتفل فقط باستضافة كأس العالم لكرة القدم، بل سنصنع تجربة جديدة للإعلام الرقمي يستطيع الجميع الاستمتاع به دون انقطاع وبسرعة فائقة، سواء كان ذلك في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، في المنزل أو في الملعب، على الجهاز اللوحي أو الجوال، طوال اليوم وعلى مدار الساعة. هذه الخطة ملك لكل من يعيش على أرض دولة قطر، ونجاحها يعتمد علينا جميعا، فلنعمل سويا لنجعلها واقعاً.